بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم. هناك فضائل وهناك رذائل، وفي كثير من الأحيان الفاصل والفارق بين الفضيلة والرذيلة فاصل قصير وفارق صغير. قد يكون الشيء فضيلة، ولكن إذا تعدى الحد يتحول إلى رذيلة، سواء بزيادة أو نقصان. مثلا الشجاعة فضيلة، لكن التهور رذيلة، الجبن رذيلة. ما هو الفارق بين الشجاعة والتهور والجبن؟ الشجاعة هي الحد الوسط، لا إفراط ولا تفريط. إذا صار زيادة يصير تهور، إذا صار نقيصة يصير جبن، يصير جبن. الإنسان الذي لا يراعي أصول السلامة في الحرب مثلا، هذا مو شجاع، هذا متهور. يعني الذي لا يحتاط في القتال بدون احتياط، مرة مستقتل هو يعلم بأنه يقتل على كل حال، ذاك بحث آخر، لكن بدون أي احتياط يلقي بنفسه إلى التهلكة، هاي مو شجاعة، هذا تهور. أو إذا واحد في المقام الذي ينبغي أن يقدم، أن يتقدم، في هذا المقام يريد يحتاط، هذه مو شجاعة، هذا جبن. فالفرق فرق بسيط، إذا الإنسان راعى الحد الأوسط تكون فضيلة، إذا شوية راح زيادة شوية نقيصة يتحول إلى رذيلة. وهكذا أكثر الفضائل والرذائل، الفرق بينها فرق بسيط، الحد الأوسط حد الاعتدال هو الفضيلة، والزائد والناقص رذيلة. زين، بعد هذه المقدمة نأتي إلى بحثنا وموضوعنا.
وهو أن الإنسان في كثير من الأحيان يمتلك حالة من التبرير، أو له ثقافة التبرير إذا جاز أن نعبر عنه بثقافة، يعني الحالة التي يعايشها الحالة التبريرية والاعتذارية. هل هذه حالة جيدة أو ليست بجيدة؟ الإنسان يكون عنده أمل، هذا جيد لأن الإنسان يعيش بالأمل. لماذا الواحد منا يصلي؟ لأنه يأمل بحصول الثواب وأن لا يعاقب، لأن المخالف مخالف يعاقب. بهذا الأمل الإنسان يتجه إلى الطاعات ويبتعد عن المعاصي. لماذا العامل يذهب للعمل؟ لأنه يأمل بأن يحصل أجره ويقضي حوائجه بهذا الأجر الذي يحصله. زين، إذا الإنسان فقد هذا الأمل لا يتحرك. إذا الإنسان يأس من رحمة الله هذا ما راح يصلي، ما راح يصوم. بعض الناس يقول أنا أول تالي من أهل جهنم، صليت ما صليت، صمت ما صمت. زين، فلأنه يائس فلذا يرتكب المحرمات الواحدة تلو الأخرى. لكن الإنسان الذي يعيش في أمل حتى إذا ارتكب موبقة وذنبا كبيرا، لكن يعيش في أمل بأن الله سبحانه وتعالى يغفر له ذنبه بالتوبة وبالعمل الصالح وبإصلاح ما أفسده، إذا عاش بهذا الأمل يبدأ بالعمل الصالح. لذا اليأس من رحمة الله من أكبر الذنوب. ليش؟ لأن الإنسان الذي ييأس من رحمة الله يرتكب جميع الذنوب بعد يائس خلص. لذا الآية الشريفة تقول إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الروح النسيم الذي في الصباح وقت الصيف مثلا في حر شديد يجي فد نسيم هواء بارد يعيد روح الإنسان، هذا يسمى روح. فروح وريحان وجنة نعيم. إنه لا ييأس من روح الله، يعني من رحمة الله، إلا القوم الكافرون. ولذا من أشد الذنوب ومن أشد المعاصي ومن أشد الكبائر اليأس من روح الله سبحانه وتعالى. حتى إذا الإنسان خالف ما خالف وفعل ما فعل، الله عز وجل مخلي له طريق رجعة. وإذا الإنسان بهذه الحالة بهذا الأمل كان يعيش يصلح ولا يفسد، يحاول أنه يصحح أعماله في المستقبل. أما إذا يأس خلاص ينتهي. حتى الآن يقولون المريض سواء مريض مبتلى في جسده أو في نفسه، هذا المريض إذا كان يائس من الشفاء وصل إلى هذه المرحلة تدهور حالة الصحية تزداد. أما إذا كان في أمل أنه لا إن شاء الله الله عز وجل يشفيني، هذا العلاج يكون علاج ناجع ومفيد. هذه النفسية هذه الروحية هي التي تسبب مقاومة الإنسان أمام المرض، مقاومة الإنسان أمام المشكلة النفسية. ولذا من الأشياء اللي الأطباء يوصون دائما بالذين يحيطون بالمريض أنه حتى إذا كان مريض خطر، يعني مرض خطر مبتلى به، حتى إذا طبيا ميؤوس منه لا تقولوا له، وإنما قووا روحيته قووا نفسيته
لأنه إذا فقد روحيته ونفسيته صحته فورا تتدهور، لكن إذا بقى بالأمل متمسك لعل هذا الأمل يطيل من عمره، أو لعله يسبب شفاء أيضا خاصة في الأمراض النفسية. زين، هذا الأمل اللي هو من مقومات حياة الإنسان، هذا الأمل إذا صار أكثر من اللازم، اتعدى حده، شنو يصير؟ يصير طول الأمل. أكو واحد طالب في مدرسة، اليوم الأول من السنة ما يدرس، يسوف، يقول أيام طويلة بعد 200 يوم للامتحان، اليوم الثاني يسوف، اليوم الثالث يسوف، اليوم الرابع يسوف، فجأة يوصل وقت الامتحان وهو لم يتهيأ له. أو بعض الناس عندما يريد يعمل يقول أيام طويلة، هسه إذا هذا اليوم نمت أكثر شنو المشكلة؟ إذا هذا اليوم ما رحت إلى العمل مبكر شنو المشكلة؟ إذا هذا اليوم لم أحاول شنو المشكلة؟ هذه اللحظات، هذه الدقائق تجتمع، ففي يوم الحصاد يشوف الكل دا يحصدون، هو صفر اليدين. أو الإنسان، بعض الناس في الأعمال الصالحة يسوف، يتماهل في أداء الواجبات. لماذا تتماهل في أداء الواجبات؟ يقول أيام طويلة، هل أنت ضامن بأنه غدا تكون حي؟ ما أكثر الشباب الذين ماتوا في عز شبابهم، حتى أطفال صغار ماتوا في حادث أو في غير حادث. بعدين الإنسان اللي طبع نفسه بطبيعة التسويف هذا راح يستمر في هذه الطبيعة، لأن الإنسان لكل امرئ من دهره ما تعود، إذا عود نفسه على شيء، من شب على شيء شاب عليه، يستمر في هذه العادة. اليوم سوف، يوم الثاني سوف، يوم الثالث سوف، لا سمح الله مثل عمر بن سعد لعنة الله عليه يقول أتوب إلى الرحمن من سنتين. زين، بعد ما قتل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام تاب؟ لا، هي سوف اليوم باكر، هاليوم باكر، بعد 6 سنوات قتل بدون أن يوفق إلى التوبة. هذا طول الأمل، يعني الإنسان يكون إلى أكثر من اللازم أمل، هذا الأمل يؤدي به إلى الكسل، يؤدي به إلى التفريط بالواجبات والتهاون بالمحرمات، حقوق الناس في ذمته ما يؤديها، هاليوم باكر، هاليوم باكر، حقوق الله في ذمته، صلوات ما مصليها مثلا، صيام في ذمته، طاعات لازم يؤديها، هذا اليوم وغدا، هذا اليوم وغدا. يقال إن أحد أثرى الأثرياء هذا ما كان يروح للحج، ليش؟ لأنه يقول الحاج لازم تصرف فلوس. زين، بعض الناس طبيعة، عندما تصير طبيعة فيها بخل حسب تعبير الآية الشريفة المسكنة، هو ثري لكن طبيعته طبيعة فقير، مو فقير يعني مع المعدم، لا، طبيعة هي طبيعة غير سليمة. لذا الله عز وجل بالنسبة إلى اليهود يقول وضربت عليهم الذلة والمسكنة. الآن خو أثر أثرياء العالم اليهود، ولكن يعيشون في داخلهم حياة الذل والفقر، هاي المسكنة. على كل حال، هاليوم باكر، هاليوم باكر، إلى أن طال به العمر وجماعة من أقرباء أصدقاء كذا أصروا عليه اذهب للحج، هسه شقد مصرف الحج مثلا؟
خاصة في تلك الأزمنة كان مصرف جدا قليل. على كل حال إلى أن اقتنع يذهب، سافر عبر الحدود، دخل في السعودية، أصابته سكتة قلبية ومات قبل أن يوفق إلى الحج. هذا النوع من التسويف سواء في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة. وفي شعر منسوب إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: يا من بدنياه اشتغل قد غره طول الأمل، والموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. زين، هذا طول الأمل يسبب أن الإنسان يصير إلى حالة من التبرير، يرتكب المعاصي يحاول أن يبرر لنفسه هذه الأفعال، وحتى إذا في قرار الذات يعلم بأن هذا حرام يفكر يقول عمرنا طويل إن شاء الله، والله كريم. صحيح الله كريم، لكن الله كريم لمن يستحق أن الله عز وجل يفيض علي رحمته. إذا واحد مو مستحق، يعني أفرضوا إذا إجاكم شخص أنت تعلم بأنه الآن دا يستجدي، يريد يأخذ أموال، يريد يصرف هذه الأموال مثلا في محرم، في مخدرات مثلا، الإنسان الكريم يعطيه هذا الفلوس؟ لا. ليش ما يعطيه؟ لأنه بخيل؟ لا مو بخيل، يقول هذا مو مستحق لأن أعطيه هذا المال. وإذا واحد كريم لم يعطي لهذا الإنسان هذا المال يمدح، وإذا أعطاه يذم. ليش أعطيته؟ أنت هيأت له مثلا أسباب الذنب أكثر. الله عز وجل أيضا كريم، وليس هناك أكرم من الله سبحانه وتعالى، بشرط أن يكون الإنسان محل قابل. إذا هو مو محل قابل لا يستحق هذه الرحمة، ومن خلاف الحكمة إعطاءه وإنزال هذه الرحمة عليه. الله كريم، صحيح الله كريم، بس أنت سوي نفسك وأنا أسوي نفسي قابل لهذه الرحمة، ذاك الوقت أقول الله كريم. المطر عندما ينزل، إذا أرض خصبة، هذا المطر يحول هذه الأرض الخصبة إلى ورود ورياحين، ولكن إذا مزبلة، نفس هذا المطر عندما ينزل على هذه المزبلة تتصاعد الرائحة الكريهة. ليش؟ لأن هذه المزبلة ليس لها قابلية هذا المطر اللي هو أفضل أنواع المياه، ما لها قابلية. على كل حال الله عز وجل كريم، ولكن أنا لازم أكون محل قابل لهذا الكرم، عد رحمة الله سبحانه وتعالى تنزل علي. إذا مو قابل فلا ألوم إلا نفسي. نرتكب المعاصي نقول شفاعة أهل البيت تشملنا، شفاعة أهل البيت أيضا تشمل كل مؤمن، لكن لازم يكون مستحق لهذه الشفاعة. لا يشفعون إلا لمن ارتضى. الإنسان اللي الله عز وجل ارتضاه، زين، تجي شفاعة. إذا مثلا هسه فرضا في خطأ، ارتكب ذنبا أو فعل فعلا بقصور مثلا ونسى أو ما قدر يجبر ما فعله وكان متندم، زين، يوم القيامة تجي الشفاعة تشمله. لكن لازم يكون محل قابل للشفاعة. إذا هو مو محل قابل للشفاعة فلا يتوقع هذه الشفاعة. النظم الإسلامية متروكة الآن. تعال إلى المجتمعات الإسلامية، لأن الإسلام هو مو فقط واجبات ومحرمات، الواجبات والمحرمات قليلة جدا. بعض الأمور اللي ضررها كبير محرمة، بعض الأمور اللي ضرورية لحياة الإنسان واجبة. لكن عندنا إحنا نظم إسلامية، آداب، سنن، علاقات اجتماعية، فضائل كثير منها مو واجبات ولكن مستحبات، هناك رذائل كثير منها مو محرمات ولكنها مكروهات. فنظام حياة للإنسان في كل شيء. في الحديث في يوم الغدير الرسول صلى الله عليه وآله يقول:
ما من شيء يقربكم إلى الجنة ويبعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء يقربكم إلى النار ويبعدكم عن الجنة إلا نهيتكم عنه. في حديث آخر يقول حتى أرش الخدش، يعني كل شيء الإسلام بيّنه. زين، إحنا الآن ندخل إلى المجتمعات المتدينة، أسنعي في المجتمعات غير المتدينة. المجتمعات المتدينة الآن عندنا شنو؟ يعني يصلي، يصوم، يحج، مثلا الحجاب يراعى، وهذه الواجبات والمحرمات المعروفة لدى كل مسلم. لكن في طريقة حياتنا هل نراعي النظم الإسلامية؟ في علاقاتنا الاجتماعية هل نراعي؟ الآن ندخل في المجتمعات المتدينة، هل عندما يريد واحد يتزوج في مسائل الزواج يراعى البرنامج الإسلامي؟ خير نساء أمتي أقلهن مهرا، الرسول صلى الله عليه وآله يقول، هذا يراعى؟ هل الرسول عندما يقول إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه هذا يراعى؟ إذا هذا كان يراعى، كان مستوى العنوسة بهذا المستوى اللي موجود؟ الآن الملايين الملايين عشرات الملايين من الشباب والشابات لا يتمكنون من الزواج. ليش؟ سابقا اللي أوضاع المسلمين كانت المادية أسوأ من هذا الوضع، ما كانت مشكلة، الآن مشكلة. ليش؟ لأن المسلمين حتى المتدينين ابتعدوا عن النظام الإسلامي. يمكن مو حرام، لكن الآداب الإسلامية متروكة، السنن الإسلامية متروكة، طريقة الحياة الإسلامية متروكة. وبعدين تبرير موجود، عندما شخص يرتكب معصية يحاول هو يبرر لنفسه، طبعا في قرار الذات يدري أنه هذا خطأ، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يمكن يحاول يقول للآخرين ويخدع الآخرين، يمكن الآخرين هم ينخدعون. يغتاب مؤمنا يقال له لماذا تغتاب مؤمنا؟ يقول راضي ذاك، أنا أذكر هذا العيب فيه، هو راضي. زين، إذا هو راضي هل يرتفع الحرام؟ يعني إذا واحد راضي أن أقتله يجوز لي أن أقتله؟ إذا مرأة سافرة راضية أن ينظر إليها الشباب جائز واحد ينظر إليها مثلا؟ إذا هو راضي أن أغتابه يعني يجوز أغتابه؟ الحرام يرتفع برضايته؟ لا. وهكذا كثير من المحرمات تبريرات، نبرر، نحاول أن نخدع أنفسنا، بعدين هم نقول الله كريم. صحيح الله كريم، لكن بإيجاد المحل القابل. النظم الاجتماعية نتركها الإسلامية، ليش؟ عيب. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في يوم عاشوراء في الشعر المنسوب له أعطانا في الدرس قاعدة، الموت أولى من ركوب العاري. إذا صار الأمر دائر بين تموت أو أن ترتكب العار، الموت أولى من ركوب العاري، ولكن والعار أولى من دخول النار. هسه الناس خلي يعيرون، ما دام الإنسان كسب رضا الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول في القرآن يعتذرون إليك، يحلفون لكم ليرضوكم، حتى يرضوكم المنافقين، هذه من صفات المنافقين، يردون يرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. لازم يرضي الله. هسه كل الناس خلي يتكلمون علينا، خلي يتكلمون. إذا صار تعارض بين رضا الله ورضا الناس، الإنسان لازم يقدم رضا الله سبحانه وتعالى. الحاصل الإنسان لازم لا يكون طويل الأمل ولا يكون إلى ثقافة التبرير. النتيجة إذا كان إلى ثقافة التبرير هو أول الخاسرين. اللي ما يدرس ويبرر 50 عذر وحجة يجيب، بالنتيجة أقرانه بعد 20 سنة علماء أطباء مهندسين مثقفين
وهو جاهل أمي. هسه خلي يكون عنده 500 عذر، بس النتيجة راح يكون الخسارة إله. واللي يرتكب المعاصي خلي يجيب 50 عذر وألف عذر، في يوم القيامة يشوف أصحابه في الجنة وهو في النار. هاي النتيجة، لأنه بالتبرير الواقع خو ما يتغير. فالإنسان لازم يبتعد عن التبرير. نعم لازم للعمل الصالح إذا صار تعارض بين عمل صالح وبين عمل آخر يبرر لترك ذلك العمل الآخر حتى يدرس حتى يعمل العمل الصالح. إذا صار تعارض بين دراسته والسياحة يجيب عذر حتى لا يروح للسياحة حتى يدرس. إذا صار تعارض بين طاعة ومعصية يجيب الأعذار والتبرير لكي لا يرتكب المعصية ويرتكب الطاعة. هذا صحيح، لأنه هذا الاعتذار يخليه على الطريق الصحيحة مو على الطريق غير الصحيحة. العم حفظه الله تعالى كان ينقل، يقول في يوم من الأيام اجى إلى منزلنا في كربلاء المقدسة واحد كبير في السن من أقربائنا، يقول فزار المرحوم الجد. بعد أن خرج شافني آني عند الباب مثلا في مقتبل العمر، قال لي آني ويا والدك كنا زملاء دراسة في سامراء المقدسة مع أن كنا ندرس، لكن والدك كان يستفيد من كل لحظة للمطالعة والقراءة والكتابة، وأني لا أقول هاليوم باكر. هسه إذا ساعة الإنسان ما طالع شنو المشكلة تصير؟ يقول أيام الخميس كنا نخرج من المدينة نذهب إلى الشط، شط دجلة، شوية تغيير هواء ونزهة. يقول كنا نجي نقول لوالدك أنه هاليوم نريد نروح، ونحن في مدرسة واحدة نريد نروح إلى النزهة للشط، تجي. يقول كل أسبوع كان يعتذر بعذر، فد أسبوع يقول أني ملابسي وسخة أرد أغسل الملابس لأن أيام العزوبة وكذا، فد أسبوع يقول أنه مثلا الكتابة الفلانية متأخر فيها أريد أكملها، فد أسبوع يقول كذا، فد أسبوع يقول أنه صار لي فترة ما رايح إلى السرداب المقدس زيارة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في السرداب، فأيام صايرة ما رايح فأريد أستثمر هذه الفرصة للذهاب إلى السرداب المقدس. وكل أسبوع فد عذر. يقول فد أسبوع صرت عصبي عليه، قلت له أنت قول أنا ما أريد أجي للنزهة خلصنا، كل أسبوع تجيب فد عذر. يقول هذه القضية مثلا قبل 60 سنة، لكن والك هاي اللحظات استفاد منها استفاد منها استفاد منها، الآن من أكبر العلماء ومراجع التقليد، وأنا فد واحد عادي. ليش؟ لأنه تلك اللحظات اجتمعت صارت علم وحولت عالم بالنسبة له، والتسويف اللي صار من عندي اجتمعت صرت إنسان عادي. الإنسان لازم للأعمال الصالحة لارتكابها وفعلها يجيب عذر لترك الأعمال الأخرى لكي يقوم بهذه الأعمال الصالحة، والأعمال غير الصالحة لازم لا يبرر، لازم يحاول أنه يكون على الطريق الصحيح. المشركين، هاي الآية اللي تلوناها في أول الكلام، المشركين بعضهم كانوا يتصورون أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم أسرارهم، فلذا في خلواتهم في أسرارهم كانوا يرتكبون كل الموبقات، ولكن في يوم القيامة عندما يصير أيديهم تشهد عليهم، أرجلهم تشهد عليهم، جلودهم تشهد عليهم،
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم إلى آخر الآية. في يوم القيامة تشهد عليهم الله عز وجل بالنسبة إلى هؤلاء يقول: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. والناس اللي يرتكبون المعصية كثير منهم هذا في قرار الذات، أنه الله ما يدري، ولو باللسان يمكن ما يقول لأن هذا يستلزم الكفر، لكن في قرار الذات هذا الشيء موجود. من الخاسرين فدمر خسارة الدنيا ومشكلة، واحد مقرر يعمر 90 سنة سعمر 40 سنة، لكن مرة خسارة الآخرة اللي هو الخسران المبين، الإنسان يكون في جهنم والعياذ بالله هم فيها خالدون. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها